بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ملك بوذي جرنا كتاب كي كان أوهاي 40 حديثا في أحكام البالغات. أفرتنكي حديث لنكو هذا لاي جيب لقا أنجار كي أما هان هدقا أنجار نمضك لو مي بهديرني حديث كي ليهات. الحديث السادس، حديث كليهات، هذا محله أنت بوسيه. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها. أبو داود أوري ما يبقى كوري عن علي بن أبي طالب له. علي بن أبي طالب الكوري رضي الله عنه إلى كرالنا هذا قال ما يبقى علي حافظت ما يبقى حفظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كسوبا وسؤالي لا يتم أغنما بعد احتلام قانجار كدم مجرت لا يتم أغنما مجرت بعد احتلام قانجار نمو كدم أما كان بعد احتلام احتلام لدولير قفكوها وسمينوك كويت قدر شيء أغنما مهان أغنما ذي كباهي وقانجاري وان لا يتم أغنما مهانا بعد احتلام احتلام كذال شيء هو بلانكاسي قبرتاسي مكوريكاسي هدي منوك وقويت أغنما ذي قطي ما أغنما مجرت واي لا يتم أغنما مجرت بعد احتلام احتلام كذال شيء ولا صمات يوم ما لن آمصنا إلى الليل إلا همينك لكديرون جائز مدبنا أمه ولا صمات يوم ما لن رغم قفكو سآمصنا إلا هميش لكديرو أو سنية سدين أو سعبادة كجار أو سلي جيك أو سنقص دو سعر جيك القف نم الله حضره حتى قف أو سلام عليكم يا رو عليكم سلام ميرو جيك ما يكرد ما يسدين ما لن تي همين كيف آمصنا كرد ما يسدين آمصنا أنت سا إلى هين كرد وادين وسعر مبنا ويا لرسول صلى الله عليه وسلم ولا صمات يوم ما لن آمصنا أنت إلى الليل إلا همينك لكديرون جائز مدبنا وما يواي لا يتم أغون ما مجرت بعد احتلام احتلام كذلك شيء ولا صمات يوم ما لن إلا آمصنا هذا نما إلى الليل إلا همينك لكديرون جائز مدبنا وما حديث كما يبوري أبو داود أوري رقمك لما كن سيد بور تدواتي سيد ساس أوكلا ما يبا حسن كوالي الإمام النووي في رياض الصالحين رياض الصالحين قد أتسى إمام النووي أسين حديث درجي اسمه بكواري حسن في هذا الخبر واركون كان أما في هذا الخبر حديث كون كان أن البلوغ قانجارك إيو الإدراك قانجار نمض إن للدير أما كلا لا حلالة أما الإدراك حلالة وكل حلالة وقانجار نمض يثبت ما يبقى صغنا ذي بالاحتلام احتلام إن قفك احتلام أو مدلب أما قفك إن يسمينوك كويت هجيد لي هاتا أما سوهن درو لي هاتا أما حالدك اللي كويت با قفك هدي يسسكاري ولا سي مغل إبلان لما ضبا من شلبها ويك سميني احتلامك أما على مذي وحديثك هورها شيغي أو هاي ليقا عاد ما يبقى قونن إيه قبلو أما تان لما ذقف وذاعا لب إلا دب وذاعا في هذا الخبر حديث كن كان يمرقون هذا الشيخني أن البلوغ قانجار نمضي إيو الإدراك حلالة لحلالة قانجارك يثبت ما يبقى صغي أما كصغنا هذا بالاحتلام للب وهذه تان علامة وهذه احترامك كبير الشيخ ميلا لنا وهذه تن أما كل لدبك ما احترامك علامة علامة أخرى كلواي بالإضافة أقولك درو إلى الحيض عاد يجا عاد يا علامة كوبة نين هايتي أقولك كسائق أنجار نما قفقين وسق أنجاري تان لا بعض ما بكر الشيخ ما يبغى احترامك احترام نما يبلا راي قفقين بيقول كم ميلا راي لنا جبرته إن أسكار عن منه أما كلا كوكويا منو كوكويت واحتلام انتاسو وهذه تن علامة أخرى علامة كلواي بالإضافة لك الدراء إلى الحيض ليقعد قال الإمام الخضابي أو سليمان الخضابي يسين معالم السنن كما يبك ليا ظاهر هذا القول هذا الكون كان إيه ما يبلك فهمي
أما ظاهر شيء ما بلقو فهمي لي يوجب إن واجبته أم يوجب ما يواجب ولي انقطاع أحكام اليتم وفق أغون كأي إن أس أحكام تسك قهاس عنه أي عن الولد قفكو نجي أم صغير كي بالاحتلام احتلام كسي من ذا سكوي تدرتي إن نجاس أو نمضي كبهو يا حديثكم كان ظاهر شيء لكم فهمي كلي ظاهر هذا القول هذا لكم كان ما بعد ذلك لي يوجب انقضاء أحكام اليتم أغانك أحكام تس قهوشة يلوك فهمه عنه أي عن الولد أنجا بالاحتلام إن احتلامك كقهو أما كان إن أس أنجا سين من ذاك كويت ترتيه أغان مذك كبهو الدادي قان جارنا مذك ديرو وحدوث أحكام البالغين وان مه كدير ساسة أحكام تدك قان جار كهاي له أي أنجا له أنجا سين أما أنجا أو بالصغير كه أحكام تأون أنت تدك قان جار كه يا كدير ساسة ما يبقى بهي وما يلي راي عيالك يري يا راي يكو بهي ما يبقى لك تريه تدو وينك لك تري ساسة أوك الأغوغن ما يرو أغوغن ماذي ما يكو بهي احتلام كسي يكو بهي قال الإمام الخطابي ما يبقى لي رحمه الله ظاهر هذا القول ما يلكو فهمي يوجب ما يبقى واجبيه هذا لكم كان انقطاع انكو هي أحكام اليتمي أغوغنك أحكام تيس عنه يعني الولد ينقي بالاحتلام احتلام كسيك قهو وحدوث أحكام البالغين وحدوث ما يقدر سيك لي أحكام البالغين ذاتك قانجار كايت أحكامته يا هكدر ساس له أنقاسي وروى الإمام البيهقي إمام البيهقي رحمه الله وسين السنة الكبير ما بكوري رقم كي تميكو كما فربو الله لما عن عائشة رضي الله عنها أمنا عائشة لكوري أنها عائشين قالت يا أرتي إذا احتلمت المرأة بلا ميت هدي منك كويت فعليها ما يواجبك أها ما على أمهاتها ولي هو أهياش يواجبك هاي يواجبك أو من الستر أسطروا أسحجابوا عايشة ما يرتلين إذا احتلمت المرأة بلا ميت هدي احتلمت فعليها ما يكرش واجبك أها أما فعليها ما يواجبك أها ما على أمهاتها وما على أمهاتها ولهو يوينش أما أهيالش واجبك هايا أو إيه من الستر إس أسطرو الحديث السابع حديث التضوات وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر الكوري وعن عبد الله بن عمر روى البخاري إمام بخاري يوري عن عبد الله بن عمر الكوري رضي الله عنهما إلى إكرال نغض الماضي وبه أن رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد عرضه عرض مها بندكي هو عبد الله بن عمر هبندكي يوم أحد ما لنتي أحد وهو أسوي عبد الله بن عمر ابن 14 سنة النقطم يا فرجر أسوي عبد الله بن عمر ما يبلي فلم يجزني مي قدبين مي جازين يعني عيدن كي أنا هيت أحد كقيب قلاي مي درنيري تومي فرسين جري مركزي عيال كير يراي للريوية كومين نغذياري فلم يجزني مي قدبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم مركز كديب عرضني هايبان لكي يوم الخندق ما لنتي خندق هدنا هايبان لكي وأنا أنا ابن 15 سنة أنا وتميشان جر أنا أها ما لنتي أحد تومي فرسين جري وي ريوياري ما لنتي خندق قويتي تميشان سين جري ياري فأجازني يقود برسول صلى الله عليه وسلم عيدنك لقضاء أدقى لماي يكو منا غذياري قال نافع نافع ما يبليا فقدمت ما ينكوي على عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز انكوي وهو أسوي عمر خليفة المسلمين مسلمين خليفة أسوي انكوي لي فحدثته الحديثة فحدثته ما ينكشيك إلى عمر بن عبد العزيز الحديث حديثكم كان أو عبد الله بن عمر وريو ينكشيك فقال ما يرى عمر لي إن هذا حديثكم كان أم إن هذا إن حكم هذا الحديث حديثكم كان حكم شيء أم حديثكم كان فعلك الرسول صلى الله عليه وسلم صوبي بيّن ما إن هذا حديثكم كان لحد له ما يحد أنقيا بين الصغير ونقير إيو الكبير كان وين لنقير إلا نكوين ولا لك شلق صوية حديثكم كتوسية ونقوطم إيشان سنجير ما يبقى لك تريه دادك قانقير كي دادك وين لك تريه
هتم إيشان ولا يكويرنا ما يلك تري دتك يرير هو بل إلا ما يب كدراسة هو سهم كموقن على مضوي قانجرك جورت هذه لانك أرن ليجي عادي ولا اللي متها هريك أن هذه احتلام كمندي ولا لانك أرن ما يبل كتري عيالك يرير أما هذه ولا كأرن ما يلك تري دتك هابتم إيشان سنة يديرني مركان حديثكم ظاهر شيء ما يلك وقاضي أقولك فهمي إن دأذ رسمي أو عيالك كقان جارا إيه أتتم إيشان سن رسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ما كشل صوعي أو كشل بصدي ما أنتي أحن الرهيب يسوتم يا فر سنجر ما أنتي خندق نعيدن ك لكدار يسوتم إيشان سنجر ما يكتب سياسة مرجع مسلمين تلاتيو دأذ قان جار كنتي أتت دأذ تم إيشان ولكويرتم إيشان هذه على مضوي قانجار كلك أرجع عيالك يري على كتري أما هذه على مضوي قانجار كلك أرجع تتكوين على كتري ساسو مركا مركي إمام أبو حنيفة كلي أنك تميسي سينك قانجاري ما مركي حتى على مضوي لك أرجع تميسي اللي الفيري ما إمام أبو حنيفة ما ينجد تميسي سين أنك أول كواي على مضوي قانجار كواي هذه على مضوي قانجار كواي ما رأو إمام أبو حنيفة تميسي أما إجماع العلماء ما يقبلتهم إيشان سنة وأنا حديثكم ودليلينه وعن عبد الله بن عمر الكوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كسوبا عرضه يوم أحد عرضه هيبا لك يلي يوم أحد ما لنتي أحد وهو نوعها وهو عبد الله بن عمر ابن 14 سنة ثم يفرسن سوجر فلم يجزني يارم يقود بين رسول صلى الله عليه وسلم إرابع إذنك ويرابع ثم مركز كتب عرضني مهيبا لكي يوم الخندق ما لنتي خندق وأنا أنا ابن 15 سنة تميشن سنجر أنا أها أنا تميشن سنجر أنا أها يا هيبا لكي فأجازني إقدبي قال نافع فقدمت ما ينكوي لي نافع على عمر بن عبد العزيز أنكوي وهو خليفة المسلمين وسوي فحدثته من كشيكي الحديثة حديثكم كان يوم كشيكي فقال ماري عمر بن عبد العزيز إن هذا حديثكم كان أما فعلكم الرسول صلى الله عليه وسلم صوبي لحد ما يحد أنجي بين الصغير كان يريو والكبير لنكوين وكتب ما يقري إلى عماله والي الكيقوبلة ما ينقري ورقضان قري وما يري أن يفرضوا إن يوم مشيرا قرى إن يوم قدما ما يري عيدنك مشير إن يصيان لمن قفكي بلغ ديري 15 تميشن سن لانك تميشن سن ديري إن لك دار عيدنك أو مشير كلاسيو أما دادك تميه فرق كوير يعني عيالك يري لك تريو والمشير لانسينة دقالك أنك قيب قادا صوبتو إلهي واجب مكا كويرنا دقالك دادك وينك إلهي واجب كويرن وكتب قري عمر بن عبد العزيز إلى عماله وليالك قبلض أم قدوميالك قبلض ما ينقري أن يفرضوا إن يصيان مشير لمن قفك بلغ ديري 15 تميشن سنة وزاد مسلم إمام مسلم ما يبك زيادي ومن كان ومن قفك كان هذا دون ذلك ولا تميشن كير فجعلوه ولا في العيال أولاد يرير كتريا وزاد مسلم إمام مسلم ما يبك زيادي حديثك ومن قفك كان هذا دون ذلك حديثك لك فهمي مركتهم يا فرسين رسول صلى الله عليه وسلم عبد الله هكريه تميشان نوسك قاضي مركا إمام مسلم ما يبك داري ومن قفك كان هذا دون ذلك تميشان وليكو ير فجعلوه ولا في العيال أولاد يرير كتريا وال قوله عبد الله بن عمر أسأري فلم يجزني مئقد بين ما يبان لجيذي أي فلم يمضي مدررين أمري أرنتي والإجازة إجازة معناش ما يبوا الإمضاء درريو أي فلم يجعلني مؤوبت ويلنواي في ديوان المقاتلين ذاتك الدقال يهند هاين ليس شم إيدر فلم يجعلني مؤوبت ويلن في ديوان المقاتلين ذاتك الدقال يهند هاين ليس شم إيدر نيالي عبد الله بن عمر شيخ كتاك وقرمي لي شيخ أحمد يرى فيه ميك سغون حديثك أن البلوغ قانجارك أن البلوغ قانجارك يتم ميك لما يسترمي ب15 سنة ثم إيشان سن قانجار رمض بيبك لما يسترماسه ثم إيشان سن من كلا الجنسين لمذي جنس برلب إلد إذا لم يسبق شرط لجر مركا أنك أوين ذيوبها تورقالي ثم إيشان سن من سواس تميشان تسينا ما يبوا لانك علام ضوي لقواي واي إذا لم يسبق هدينك هرمر نكاري احتلام احتلامك
قبرتي إكوريجي هو منين ينقينا أو حيضون قبرتي هدية ليجا عادة كرينا أو حبلون قبرتي هدية ورنقان أنت أسيا دي لقواي تميشن سنة لفيري أما أنت أسيا دي لهير تميشن سنة ما يسوقو ولي أو أحكامي كواجب ولا نشيغي قفتاسي مقفكاسي فيه ميكا سوقونا حديثك أن البلوغة أنجار نمضة يتم ميك لما السرمي بخمسة عشر سنة تميشن سنة من كلا الجنسين لمذي الجنس به إذا لم يسبق هذين قهر مرنا احتلام احتلامك أما كلا من كويوكي أو حيض ليجي عاد أو حبل أما كلا أور علما هذا قارك درايا أور كمركا قضوا أفراد جرى مع علامة أفراد جرى تلك زيادة يوم تاسن ما يبون تي أو نيت عورات كهوس إلا كأرق تين يانا ما يبقى كوميدة على مذوق أنجار كوميدة أنت أسيه دي لك أرق قفكم مزوس كأرق ما يبقى كوميدة تتكي أوبينا يلا كترية أما طميشان سين ما يلسوه أنت أسيه لك نجيه حديثك أنت نينكي كي عشر كان نجيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.